إذا الجزائر اليوم تبكي فقيد الكرة الجزائرية محفوظ قرباج الذي سير الرابطة المحترفة لسنوات طويلة ويعد أول رئيس للرابطة المحترفة لكرة القدم، وأنت محمد زرواطي تعرفه جيدا ومقرب منه جيدا، حدثنا عن هذا الرجل بعد أن تترحم عليه. طبعا إن هو راجعون نعزي عائلة محفوظ قرباش ونعزي عائلة كرة القدم في الرجل هذا. الشيء اللي نقوله في حق الرجل هذا هو من أحسن رؤساء الرابطة اللي كانوا فاتوا ولا الحاليين، ولا لإنسان تايق مولانا، وإنسان كانت عنده كلمة في كرة القدم، وإنسان يخاف ربي. الشيء اللي شفناه منه والله أمثلة الرجل هذا فقدناه في كرة القدم. هالكلمة صحة، إن فقدنا رجل بمعنى الكلمة. طبعا أنت يعني تعرفه جيدا، حدثنا عن قرباج الشخص، يعني الرجل الذي تعرفه جيدا، يعني بعيدا عن عالم الكرة. والله واش نقول لك على الرجل، رجل إنسان طيب، عرفناه في كل نواحي، إلا هو ينادي الخير ويبغي الخير للناس، برا على بعض المنتقدين اللي كانوا ما نعرف اللي ما يحبوش رجل وقفون أمثال سيد قرباش المرحوم رحمه الله. يعني هو ترأس الرابطة المحترفة في فترة حساسة، دخلنا عالم الاحتراف في تجربة فتية، وبالتالي يعني تلقى الكثير من الانتقادات في البداية، وهذه يعني سنة الحياة وسنة كرة القدم. طبعا حقيقة كانت عنده انتقادات كبيرة، بالأخ السبب هو ماهوش إنسان تاع التليفون ويعطوه أوامر كأيوة آخرين، لم يمشي بالهاتف. أنا كانوا عيطوا عليا أنا بالهاتف باش يعطوه أوامر، ما كانش يمشي والله ما كان يمشي، ولكن كل حق حقه كان يمدح. هذه شهادة حية طبعا. أنا أشهدها. أستاذ زرواطي، متى كانت أو آخر مرة يعني تحدثت فيها مع الرجل أو التقيت به؟ طبعا والله كنت هذه الشهر اللي كنت هنا في العاصمة، كنت غادي عيط له باش نفوت عليه، قال لي الابن تاعه كنت أنا وصديقي رشيد، قال لي راه في المستشفى ما شتوش حتى سمع الخبر وفاة اليوم. رحمه الله برحمته الواسعة. شكرا جزيلا لك سي محمد زرواطي، كنت معنا وعلى المباشر. نتحول ربما في هذه الأثناء إلى